أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. تمديد دعم المواطنين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا لثلاثة أشهر. منظمة الصحة العالمية تعلن إتاحة اختبار سريع النتائج للكشف عن فيروس كورونا في 133 دولة. مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة طارئة لبحث النزاع بين أرمينيا وأذربيجان. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمديد دعم المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا. وقالت التأمينات وفقا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين في منشآت القطاع الخاص عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند، فقد صدرت الموافقة على تمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ اعتبارا من شهر نوفمبر 2020 وحتى شهر يناير 2021. وأوضحت التأمينات أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا تزال متضررة من الجائحة، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة، ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية. وللحديث أكثر مشاهدين الكرام عن تمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الأستاذ سليمان العساف. أستاذ سليمان، أهلا وسهلا بك ابتداء، ثم كيف برأيك سيكون الأثر الاقتصادي من تمديد الدعم لثلاثة أشهر إضافية؟ تفضل. أهلا وسهلا بكم سادة المشاهدين. بالنسبة لهذا تمديد الدعم لمدة ثلاث أشهر له عدة جوانب مباشرة وغير مباشرة، سنتحدث عن الجوانب المباشرة. أولا هي دعم للعامل أو الموظف السعودي وحماية له من تعرضه لخطر أنه يصبح عاطلا عن العمل، يكون لا يجد عملا، لا يستطيع أن يصرف على أمور حياته، فالدولة تريد أن تساعده في هذا الموضوع. الأمر الآخر هو دعم للقطاع الخاص، حيث أن هذا الأمر يخفف العبء على القطاع الخاص في ظل هذه الجائحة كورونا. طبعا هناك آثار اقتصادية غير مباشرة مثل حركة البيع، مؤشر المستهلكين، العملية التجارية في الأسواق، دفع الالتزامات، كل هذه الأمور سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إن رأيناها مباشرة فهي تقارب 10 مليار، إن رأيناها بشكل غير مباشر فهي تتجاوز 30 مليار ريال. جيد. أستاذ سليمان، يعني أوضحت التأمينات أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين، هل هذه النسبة ومدة الثلاثة أشهر كافية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة؟ أولا بالنسبة لهذه النسبة 50% تعتبر نسبة جيدة جدا، تخفف على أصحاب العمل كثيرا من التزاماتهم، كما نعلم أنه البيرول أو الرواتب التي يدفعها الموظفين هي من أكثر الأشياء صعوبة دائما ينظر لها، عندما يكون هناك تخفيض للنفقات من ضمن الأشياء ينظر إلى موضوع رواتب الموظفين في القطاع الخاص، لذلك الدولة تريد أن تجعل أعين أصحاب العمل بعيدة عن هذا البند. الأمر الآخر مسألة ثلاث أشهر، الدولة تتوقع أنه بعد ثلاث أشهر سيكون هناك كما هو نعلم أنه انفتاح سواء في السفر أو إلى آخره، وظهور اللقاح. ظهور اللقاح سيكون حاكما جدا في هذا الموضوع، أنه يسهل عملية العمل، سيحمي الناس من العدوى إلى آخره. ولكن لا يعني أنه السعودية والحكومة السعودية قالت ثلاث أشهر أنه لن تجدد بعدها، إن شاء الله نتمنى أنه لن تضطر، لكن الحكومة ترعى هذا الأمر وتهتم به، وهو نصب عينها سواء في مصلحة القطاع الخاص أو مصلحة المجتمع أو مصلحة الفرد كعامل. نعم، المحلل الاقتصادي الأستاذ سليمان العساف، شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة.
عقد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة الأستاذ مازن الكهموس اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع الأمين العام للإنتربول الدكتور يورغن شتوك، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أوضح رئيس نزاهة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بحكم رئاستها لدول مجموعة العشرين للعام 2020 حرصت على تبني دول مجموعة العشرين حزمة من المبادرات الرائدة في مكافحة الفساد. من جهته أشاد معالي الأمين العام للإنتربول بالدور القيادي البارز للمملكة في مكافحة الفساد، وأبدى تطلعه لمزيد من التعاون بين المملكة والإنتربول لتعزيز النزاهة. أشادت مملكة البحرين بكفاءة ويقظة رئاسة أمن الدولة في المملكة التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران. أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين وقوف البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها وتضامنها المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسريح هذه العناصر الإرهابية واستمرارها في نهجها العدائي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة ضد إيران إزاء هذه التصرفات العدائية المستهجنة التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي. كما أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية الدكتور يوسف العثيمين بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة التي تمكنت من الإضاحة بخلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات. أكد الأمين العام وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها. المناطق دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة في جدة دشن حملة الصلاة نور التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تهدف إلى حث الناس على إقامة هذه الشعيرة من خلال العمل الميداني والبرامج التوعوية واستخدام الوسائل التقنية. وتسلم سموه لدى لقائه بمدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة فؤاد العمري تقريرا عن أعمال الفرع في المنطقة خلال جائحة كورونا. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان قائد قوة المنطقة المكلف اللواء ركن ماجد الحربي بمناسبة تكليفه قائدا للقوة. واستمع سمو أمير جازان خلال اللقاء لشرح مفصل عن الأعمال والمهام والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في المنطقة في الدفاع عن الدين وحماية الوطن والمواطن والوقوف في وجه كل من يريد النيل من سلامة الوطن ومقدساته ومقدراته، منوها سموه بما تحظى به قوة جازان وكافة القطاعات العسكرية من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض محافظ الزلفي مسفر العتيبي الذي قدم لسموه تقريرا عن مشروع تطوير محافظة الزلفي روافد. عبر العتيبي عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه ببرامج تطوير المحافظة في الخدمات والتنمية. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك مدير جوازات المنطقة السابق اللواء سعيد القحطاني والعميد خالد السويل بمناسبة تكليفه مدير الجوازات في المنطقة.
وأثنى سموه على الجهود التي بذلها اللواء القحطاني خلال فترة عمله السابقة، مهنئا العميد السويل على هذه الثقة، متمنيا له التوفيق والسداد. ونوه سموه بجهود رجال الجوازات، مشيدا بما تقدمه من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم. كما التقى أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي في تبوك. واستعرض سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوها باللحمة الوطنية الصادقة، سائلا الله تعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية عبر الاتصال المرئي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد فايز والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش وعددا من قيادات الوزارة والهيئات الثقافية. أطلع سمو على إيجاز عن مبادرات الوزارة والهيئات الثقافية في تعزيز المشهد الثقافي والخطط المستقبلية لتنمية الحراك الثقافي في المنطقة، مبينا أن المنطقة الشرقية وبموقعها الجغرافي مثلت ملتقى للحضارات والثقافات التي وفدت إلى الجزيرة العربية منذ قديم الزمن، وتشكل لوحة فريدة ضمن مزيج متناسق للمشهد الثقافي في المملكة. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم تقرير منجز نصف عام لمركز الاتصال والإعلام المؤسس في إمارة المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء سموه بالمشرف على مركز الاتصال والإعلام المؤسسي أحمد الحصين ومنسوب المركز. وشمل التقرير عرض نشاطات وتغطيات المنطقة من خلال نشر 170 مادة صحفية و 3000 تغريدة و 450 تصميما و 7000 صورة فوتوغرافية وأكثر من 50 فيديو خلال 6 أشهر. أوضح سموه أن موقع إمارة المنطقة أصبح موقعا خدميا وتفاعليا للجهات الأخرى، مشيدا بما يقدمه منسوب المركز من جهود مميزة. رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة عبر الاتصال المرئي جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة للعام المالي 2020 التي تم تخصيصها لمناقشة سير العملية التعليمية في المنطقة. وأشاد سموه بالبداية الجادة للعام الدراسي الجديد وضمان استمرارية المسيرة التعليمية، متمنيا للمنظومة التعليمية التوفيق عبر منصة مدرستي. واستعرض المجلس ما جرى اتخاذه من قرارات وتوصيات في جلساته السابقة، إلى جانب مناقشة محاضر اللجان المنبثقة عن المجلس المتضمنة لجنة شؤون الأسرة والتعليم والثقافة والشباب والبيئة، ومتابعة المشاريع والتنمية الزراعية وتطوير الغابات والخدمات والمرافق العامة والتنمية الاقتصادية والسياحية، كما تم استعراض مشاريع الجهات الحكومية وميزانياتها خلال العام القادم. كما شارك سمو أمير منطقة الباحة طلاب تعليم المنطقة دروسهم اليومية عن بعد عبر منصة مدرسة الافتراضية، حيث اطمأن سمو على سير العملية التعليمية حثا على الاستفادة المثلى مما هيئته الدولة لمواصلة مسيرة التعليم في ظل جائحة كورونا. جاء ذلك خلال زيارة سموه لمركز المتابعة والدعم الفني بتعليم المنطقة، وعرب سموه عن سعادته بما شاهده من تميز في استخدام التقنية الحديثة لاستمرار العملية التعليمية، مشيدا بمبادرة الإدارة العامة للتعليم في المنطقة نحو إنشاء مركز المتابعة والدعم الفني كنواة رئيسة لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بمنصة مدرسة من المجتمع التعليمي، وتقديم الحلول والدعم والمساندة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمدارس والمعلمين والمعلمات. نشكر وزير التعليم وزارة وإدارة التعليم هنا على كل ما يقومون فيه. الحقيقة هذا كل شيء يدل على تطور الحمد لله المملكة وقدرتها على استخدام التقنية بأعلى صورة وبأحسن وضع. الحقيقة اللي شفته اليوم أبهجني، واللي أبهجني أكثر الحقيقة النسبة، يعني النسبة عالية جدا، يعني 98% وصلت الطلبة المعلمين، يعني في التزام وفي جدية، وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق.
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة عبر الاتصال المرئي الاجتماع الأول لمجلس الهيئة للعام الجاري 1442 للهجرة بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس. واطلع المجلس على الخطط الزمنية لتنفيذ مشروع بالحافلات وإجراءات طرح وترسية المشروع والمزمع إقرارها في الربع الثالث من العام الجاري والبدء التنفيذ من قبل القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام المقبل إلى المشاريع الحيوية التي ستسهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل المشروع مستوى الرعاية والعناية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة وزائريها بما يترجم توجهات الدولة في تسهيل الحركة والتنقل لسكان وزوار المنطقة. التقى صاحب السمو الملكي بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمؤسسة الكمية العسكرية وعدد من رجال الأعمال والمواطنين في جلسة التي خصصت لمناقشة دور الجهات الحكومية المعنية في المنطقة في تهيئة الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري في المنطقة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة انطلاقا من مميزات المنطقة التي تتوافق مع رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية خاصة في جانب الثروة الحيوانية والتعدين والصناعة والرياضة والترفيه والسياحة. وأكد سموه حرصه على تقديم كل ما يمكن من تسهيلات لخدمة رجال الأعمال. أبين بأن هناك ملتقيات راح تكون إن شاء الله مستقبلية للاستثمار في المنطقة. ملتقى استثماري إن شاء الله يكون على قدر كبير من الأهمية. يقام إن شاء الله تعالى في فترة لاحقة. يمكن أن تكون الجائحة أثرت على بعض سير هذا الملتقى بالفترة السابقة وإن كان إن شاء الله سوف يكون بملتقى أنا لا أريد أن يكون بشكل رمزي أنا أريد أن يكون بشكل قوي وبشكل متين وشكل يؤكد على متانة اقتصاد المملكة ومن ضمنها منطقة الحدود الشمالية. فإن شاء الله تعالى في قادم الأيام سوف يرى النور بإذن الله تعالى وسوف ندرس على إقامة أيضا مبادرة تهتم بالاستثمار في المنطقة وتكون إن شاء الله مبادرة فاعلة ومبادرة يكون نتاجها واضح وليس مجرد مشاركة. كما تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية المعهد السعودي التقني للتعدين في المنطقة. واطلع سموه خلال الزيارة على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للطلبة وأهم الأدوار الرئيسة ودوره في تأهيل جيل واعد من الفنيين ذوي الكفاءات المهنية العالية ودخولهم إلى مختلف الصناعات والمدن الصناعية في مناطق المملكة كافة. وأشاد سموه بالخطوات التطويرية التي يشهدها المعهد بشكل مستمر لافتا إلى أهمية نشر الوعي بأهمية السلامة المهنية واتباع قواعد السلامة بين المتدربين في المعهد والإسهام في تنمية المجتمع المحلي وذلك بالتدريب ونشر الوعي في مجالات مختلفة. من جانب آخر التقى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بمدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة زيد الرويلي يرافقه عدد من منسوب الفرع وتسلم سموه التقرير السنوي عن أعمال وخدمات فرع حقوق الإنسان في المنطقة مشيدا بخطة وجهود الفرع لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة وبناء الشراكات لتحقيقها وفق توجهات القيادة رعاها الله لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان بجميع المجالات التي أقرتها الشريعة الإسلامية السامحة. كما التقى سموه العقيد فهد الفهيد بمناسبة تعيينه مديرا للتحريات الإدارية في المنطقة يرافقه المدير السابق العقيد نواف الصبحي. وتمنى سموه للعقيد الفهيد التوفيق والنجاح ولجميع منسوب التحريات الإدارية مثمنا الجهود السابقة للعقيد الصبحي ونوه سموه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من حرص لتطوير وتمكين أجهزة الدولة المختلفة مؤكدا أهمية دور إدارة التحريات في ضبط حالات الفساد الإداري وتطوير المنظومة الرقابية.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بنائب وزير الثقافة حامد فايز والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق وعدد من قيادات أمانة المنطقة. واطلع سموه على عدد من الملفات المشتركة بين الوزارة وإمارة المنطقة الهادفة لتنمية وتعزيز الحراك الثقافي والمبادرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها، منوها بالدعم السخي الذي يحظى به القطاع الثقافي من القيادة أيدها الله. الأمير أحمد بن فهد بيّن أن ازدهار القطاع الثقافي وتنميته يثري حياة الفرد والمجتمع ويعكس الصورة الإيجابية والحضارية للمملكة. من جهة أخرى، أكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ضرورة تعزيز قدرات المناولة والعمل على تمكين استثمارات القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة في الموانئ. ونوه سموه خلال لقائه بمدير عام ميناء الملك عبد العزيز في الدمام المهندس وليد الفارس بالدور المحوري للموانئ في تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الموانئ بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 لجعل المملكة محور ربط بين القارات الثلاث والحرص على اتباع تعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية وتوحيد الجهود لاستمرارية الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة، مشيدا سموه بجهود منسوب الميناء في جائحة كورونا المستجد. دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف نظام الملف الطبي الإلكتروني في المستشفيات والمراكز الصحية الذي يشمل 7 مستشفيات و18 مركزا صحيا في المنطقة، ليصبح إجمالي المراكز التي تعمل بنظام الملف الطبي 63 مركزا. ويهدف النظام إلى تحويل جميع ملفات المرضى وإجراءاتهم الطبية إلى تعاملات إلكترونية بالكامل، منوها سموه خلال التدشين بما توليه القيادة الرشيدة من دعم ومتابعة للقطاع الصحي وتكامل الخدمات الصحية فيها من أجل صحة وسلامة الجميع، مشيدا بجهود وزارة الصحة والشؤون الصحية في المنطقة متطلعا للمزيد من الجهود لخدمة المرضى وتطوير الخدمات الطبية. نشرتنا مستمرة مشاهدينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 539 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 334,187 حالة، فيما سجلت 696 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 318,542 حالة، كما سجلت 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4,739 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. قدمت مراكز تأكد في الرياض خدماتها لعدد 813,578 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن. يذكر أن مراكز تأكد خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق صحتي. كما أن مراكز تأكد توجد حاليا في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات، علما أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكون بؤر التفشي. واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة وأفراد المجتمع كافة، دعت وزارة الصحة خلال حملتها التوعوية
نخلي هالموسم سليم المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا وعامة المجتمع لأخذ التطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية. أكدت الصحة أن جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية، مشيرة إلى أن التطعيم آمن ومجاني ولا يوجد له آثار جانبية، لافتة أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا. رصدت أمانة منطقة عسير 7 مراكز تسوق في مدينة أبها خالفت الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وللحديث أكثر عن هذه الحملة ينضم إلينا من أبها مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله العبيد. عبد الله، أهلا وسهلا بك ابتداء، ثم لا شك أن هناك جهود حثيثة تبذلها أمانة عسير لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية للحفاظ طبعا على صحة المواطن في المقام الأول. أطلعنا أكثر عن هذه الحملة وآخر إنجازاتها، تفضل. صحيح سلمان، أنا أتواجد اليوم من هنا، أو يوسف صحيح، أنا متواجد هنا في منطقة عسير في أحد أهم المولات التجارية الكبرى في منطقة عسير، بعد رصد أمانة منطقة عسير ل7 مولات ومراكز تجارية تم رصدها خلال الأيام الماضية لمخالفتها القوانين والإجراءات الاحترازية التي تكفل بإذن الله سلامة المواطنين والمقيمين من زوار هذه المراكز التجارية. في هذا المركز التجاري وغير المراكز التجارية كان من اللازم توفير العديد من الإجراءات الاحترازية، والعلم محمد ينقل جزء من هذه التفاصيل الموجودة في هذا الموقع لضمان سلامة بإذن الله كافة الزوار هذه المراكز التجارية، سواء من المواطنين والمقيمين الذين يحتاجون إلى زيارة مثل هذه المواقع. الأمانة أمانة منطقة عسير من خلال فرقها الرقابية خلال الأيام الماضية تم رصد 7 مراكز تجارية ومولات كانت مخالفة لإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية، وكان هذا يعني عامل غير جيد حقيقة تم رصده من خلال أمانة المنطقة، وكانت تتعامل مع وفق الإجراءات والقوانين الخاصة بهذه التدابير الوقائية لضمان بإذن الله عدم تكرار مثل هذه المخالفات. هذه المخالفات كانت في مجملها تجاوز في بعض وسائل السلامة أيضا الفعل الاستيعابية لبعض المحلات التجارية والمولات ومراكز التسوق، تم التعامل معها من قبل الفرق الرقابية وإيقاع العقوبات اللازمة على هذه المحلات والمراكز التجارية. وأكدت أيضا أمانة المنطقة من خلال أمين المنطقة دكتور وليد الحميدي إلى ضرورة تعامل المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات من خلال رقم الاتصالات الموحد 940، لأن فعلا هو المواطن والمقيم هم شركاء أيضا في ضمان سلامة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية، سواء في المولات والمحلات التجارية والمراكز التجارية أيضا، وكذلك في جميع أماكن التجمعات التي قد تصحب مثل هذه التجمعات عرضة لإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأيضا لضمان عدم تفشي مثل هذا الفيروس في مثل هذه المواقع. نعم، الزميل عبد الله العبيد كنت معنا من أبها، شكرا جزيلا لك هذه الإضافة. دعت الصين إلى تعاون دولي أكبر والابتعاد عن لغة الاتهامات للتمكن من التصدي لوباء كورونا في العالم. نتابع هذا التقرير. وسط تسارع الوفيات والإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، كشف إحصاء جديد أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند تمثل حوالي 45% من جميع الوفيات، بينما تمثل منطقة أمريكا اللاتينية وحدها ما يزيد على ثلث الوفيات. الهند أحدث بؤرة للوباء، باتت تسجل أعلى زيادة يومية للإصابات في العالم خلال الأسابيع الأخيرة، وتشير الاتجاهات الحالية إلى أنها ستتجاوز الولايات المتحدة في الإصابات بحلول نهاية العام. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الوباء لا يزال بحاجة إلى جهود أكبر للسيطرة عليه بعد أن بدأت دول عدة استئناف الحياة الاجتماعية والعامة الطبيعية. كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة مايك رايان قال إن العدد الرسمي للوفيات والذي تجاوز 1,000,000 هو أقل من العدد الإجمالي الفعلي، في حين أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن فيروس كورونا المستجد بمثابة جرس إنذار للعالم، وأن تبادل الاتهامات بشأنه سيؤدي لكارثة أكبر. تصريحات المسؤول الصيني التي حض فيها على العمل الدولي المنسق جاءت بعد أيام من تبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بشأن الانتشار السريع للوباء الفتاك في العالم.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توزيع 150 مليون فحص جديد للكشف عن فيروس كورونا في ظل توقعات بزيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة. نتابع. في ظل المخاوف بحدوث قفزات قياسية في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توزيع نحو 150 مليون فحص سريع، وقال إنه سيتم إرسال نحو 50 مليون فحص إلى المجتمعات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك دور رعاية المسنين، إضافة إلى توزيع 100 مليون فحص على الولايات والأقاليم لدعم جهود إعادة فتح الاقتصاد والمدارس. ترامب أوضح أن نحو 6.5 مليون فحص سيتم توزيعه هذا الأسبوع، فيما ستوزع البقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. أوروبياً، تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع قادة الولايات الاتحادية لوضع قواعد تحد من ارتفاع الإصابات بكورونا لمواجهة الارتفاع المستمر في أعداد الإصابات. ميركل أعربت عن قلقها من هذه الزيادة المتسارعة وسط مخاوف من وجود تهاون من بعض السكان في الالتزام بإجراءات الوقاية، وهو ما كشفه استطلاع للرأي أجراه مركز الاقتصاديات الصحية في جامعة هامبورغ. سكان مدينة كولونيا الألمانية بدوا مرتاحين، حيث لم يرتدي الكثير منهم الكمامات، واعتبروا وضع بلادهم أفضل من العديد من الدول التي تضررت. ومع ذلك كانت هناك طوابير طويلة لإجراء الاختبارات في المراكز المتنقلة المقامة بالقرب من محطة القطار الرئيسة بالمدينة. بدورهما أعلنت التشيك وسلوفاكيا المجاورتين لألمانيا أنهما ستفرضان هذا الأسبوع حالة الطوارئ للتصدي للزيادة الحادة في أعداد المصابين بالفيروس في كلا البلدين. وفي ذات الشأن، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تطوير فحص جديد لتشخيص الإصابة بكوفيد 19 في غضون 15 دقيقة فقط، بدلا من عشرات الساعات التي تحتاجها الفحوصات الحالية لظهور النتائج. وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن سعر الفحص الجديد لا يتعدى 5 دولارات، وإن سعره يمكن أن ينخفض إلى أقل من ذلك، بما يمكن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من إجراء المزيد من اختبارات التشخيص كأحد العناصر المهمة في مكافحة انتشار الفيروس، خاصة في مناطق الانتشار الكثيف. اتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة العمرة تدريجية الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل، حيث سيتم تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام. كما سيتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم، ويمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، حيث سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حاليا، إضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر لا سمح الله. ولمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية بهاء عسكر من مكة المكرمة. أهلا وسهلا بك بهاء. ابتداء، ثم تحدث لنا، قل لنا عن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها واتخذتها رئاسة الحرمين بعد إقرار العودة التدريجية للعمرة. تفضل بهاء. فعلا كما ذكرت، الاجراءات التي اتبعت من كافه القطاعات، ليس فقط من الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بل كافه القطاعات المعنيه بالعمره، هي كانت لها خطط وضعتها من اجل عوده العمره وبعد صدور الموافقه الكريمه لعوده العمره مره اخرى. كما ذكرت يوسف، بالنسبه للرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وضعت ايضا اجراءات احترازيه داخل المسجد الحرام. كما تشاهد خلفي هنا، وضعت بعض الحواجز من اجل تسهيل الدخول والخروج الى المسجد الحرام، كذلك حددت مجموعه من النقاط هنا في ساحات المسجد الحرام، يجتمع من خلالها جميع المعتمرون حين يصلون الى المسجد الحرام، يجتمعون في هذه النقاط، يتم عمل الفحص البصري لهم، ومن ثم بعد ذلك يتم توزيعهم ودخولهم الى المسجد الحرام بطريقه منظمه وطريقه طبعا فيها نوع من التباعد فيما بينهم. ويتم ايضا داخل المسجد الحرام تحديد توقيت معين لاداء العمره،
فكل من يدخل عبر تطبيق اعتمرنا يجد أن هنالك أوقات محددة، ففي المرحلة الأولى 6 فترات في اليوم يستطيع من خلالها الأشخاص الحج من أجل العمرة. 6 فترات، الفترة الأولى تبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا، ويفصل بينهما ساعة. خلال هذه الساعة تقوم كافة إدارة التنظيف هنا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنظيف وتعقيم صحن المطاف وكذلك المسعى. وكما نوهت يوسف كذلك على أن عبوات ماء زمزم توزع على المعتمرين، فطبعا جميع الصنابير هنا الخاصة بزمزم وكذلك كما نسميها ترامس زمزم هي موقفة تماما داخل المسجد الحرام، لذلك سيتم توزيع عبوات ماء زمزم على المعتمرين وعلى القادمين طبعا هنا إلى المسجد الحرام. نعم يوسف. نعم زميل بهاء عسكر، كنت معنا من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك هذه المعلومات وهذه الإضافة. أنهت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة بالأكاديمية الصحية تدريب الدفعة الأولى من برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف البالغ عددهم أكثر من 800 متدرب، حيث تجري الاختبارات النهائية لهم وتجرى لهم الاختبارات النهائية للتأكد من جاهزيتهم للعمل في القطاع الصحي. ويعمل برنامج الأمن الصحي على تزويد المتدربين بالمهارات المعرفية والمهارية والسلوكية التي ستكون الداعم الرئيسي لواجباتهم المهنية في مجال الأمن والسلامة داخل المرافق الصحية. وتسعى الهيئة دائما لخلق مثل هذه البرامج التخصصية لجذب شباب وشابات الوطن لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل السعودي تلبية لاحتياجات القطاع الصحي في المملكة. حصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست على عضوية برنامج الشراكة بين الجامعات والصناعة UIDB كأول كيان في الشرق الأوسط يحصل على عضوية البرنامج الذي يجمع المؤسسات الدولية من جامعات وشركات لمناقشة القضايا الرئيسة التي تؤثر على العلاقات بين الجامعات والصناعة وبحث الفرص والأساليب المبتكرة للشراكة والتعاون. أوضح رئيس جامعة كاوست البروفيسور توني تشان أن البرنامج يسلط الضوء على القضايا التشغيلية والاستراتيجية التي يمكنها أن تحسن الشراكات وتعزز التعاون عبر القطاعات المختلفة، بالإضافة لإنتاج الأدوات والموارد اللازمة لمساعدة الأعضاء على إحداث تأثير أكبر مع تبادل الأفكار وترجمتها ونقلها للصناعة. وفي عودة مشاهدينا الكرام لخبر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، يسرنا أن يكون معنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع عبر الهاتف المدير التنفيذي لاستحداث الوظائف وشركاء الأعمال في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ خالد العرفج. أهلا وسهلا بكم أستاذ خالد. ابتداء، ثم أنهت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تدريب الدفعة الأولى من برنامج الأمن الصحي المنتهي طبعا بالتوظيف والبالغ عددهم أكثر من 800 متدرب كما قرأنا في الخبر السابق. حدثنا أستاذ خالد عن دور هذه الدفعة المرتجة في تعزيز الأمن الصحي في المنشآت الصحية، ثم ما هي أبرز الأدوار الأخرى المناطة بهم؟ تفضل. الله يعطيك العافية. أول شيء معك أخوك خالد الريج للتصحيح فقط. طبعا اليوم برنامج الأمن الصحي هو ثمرة من ثمرات التغيير اللي نشوفه اليوم والحراك التطويري الشامل لكافة مناحي الحياة. البرنامج الأمن الصحي بإذن الله هو دور راح يكون له دور مهم كبير في رفع وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة سواء للفرد أو المجتمع بأكمله. برنامج يهدف إلى توفير الدعم المهني والعلمي في مجال عمل المنشآت الصحية وخلق بيئة آمنة وسليمة من المخاطر سواء لزوار أو مرضى أو موظفي المنشآت الصحية. البرنامج في كمحتوى هو برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف يغطي فيه المتدرب الجانب النظري والعملي، ينتقل بعد ذلك لإجراء اختبار تصنيف كمساعد صحي. الدفعة الأولى كانت للرجال، وبإذن الله أن الدفعات القادمة راح تكون فيها فرص متاحة للنساء أيضا. أستاذ خالد العريج، وأنت
المدير التنفيذي لاستحداث الوظائف وشركاء الأعمال في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة. نشرتنا مستمرة مشاهدينا الكرام، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. ناقش سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن محمد الجابر في الرياض اليوم مع القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن سيمون سمارت، ناقش عبر الاتصال المرئي التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض والتأكيد على أهمية التنفيذ، إضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن في مقترحه بشأن الإعلان المشترك. جدد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي التأكيد على مخاوف الحكومة اليمنية وقلقها الشديد من ما مآل إليه وضع خزان صافر، خاصة مع استمرار منع وصول الفريق الأممي للناقلة العملاقة. جاء ذلك خلال اتصال له مع نظيره السويدي ألندي لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، مشددا على ضرورة الاستمرار في الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية قبل وقوع كارثة بيئية لا يحمد عقباها في سواحل البحر الأحمر والمنطقة ككل. أكد الحضرمي أن حكومة بلاده مستمرة في القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في كل أنحاء اليمن. من جهة عبرت الوزيرة السويدية عن دعم بلادها للحكومة اليمنية، وأكدت على استمرار دعم السويد لجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن. لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم بنيران قوات الجيش في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء. واستهدفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة في جبهة نهم، أوقعت في صفوفها خسائر في الأرواح والعتاد، كما استهدفت غارات تحالف دعم الشرعية تعزيزات للميليشيا الحوثية في جبهات نجد العتق وصلب والجمايم، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها. تواصلت الاشتباكات بين قوات أذربيجان والمقاتلين الانفصاليين في إقليم ناغورني كاراباخ وسط مساعي دولية مطالبة بوقف فوري للقتال. نتابع هذا التقرير. في ظل القتال المحتدم في ناغورني كاراباخ الإقليم المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، يعقد مجلس الأمن الدولي بطلب من دول أوروبية اجتماعا طارئا مغلقا يناقش فيه هذه الأزمة المتفاقمة. وفيما حظى قادة دول العالم القوات الأذرية والانفصاليين الأرمن على وقف المعارك، أثار الموقف التركي المخاوف من زيادة التصعيد بعد إعلان رئيسها رجب طيب أردوغان دعم أذربيجان وتأييده لاستمرار القتال رغم المساعي الدولية لتجنب اندلاع حرب جديدة بين البلدين. المعارك الحالية هي الأعنف منذ عام 2016 للسيطرة على إقليم ناغورني كاراباخ ذي الغالبية الأرمنية، والذي لم يعترف المجتمع الدولي ولا حتى أرمينيا بانفصالها عن أذربيجان عام 1991. ووسط ارتفاع عدد القتلى بين الجانبين، نشرت قوات البلدين المدفعيات الثقيلة حول الإقليم وسط تواصل الاشتباكات والقصف المتبادل. وفي الوقت الذي يلقي كل طرف باللائمة على الطرف الآخر في تأجيج الصراع، تتسارع الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار لمنطقة جنوب القوقاز التي تمر بها خطوط أنابيب تحمل النفط والغاز للأسواق العالمية. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكسيت ما زال ممكنا على الرغم من أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة كثيرة. أضعت فون دير لاين في مستهل أسبوع تفاوضي حاسم إلى التحلي بالمسؤولية، خاصة في الوضع الاقتصادي الذي تضرر بشدة نتيجة جائحة كورونا. تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية جاء بعيد تأكيد لندن عزمها على تعديل بنود اتفاق بريكسيت مع بروكسل، التي اعتبرت الموقف البريطاني بعيدا كل البعد عما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل به. وتستأنف المباحثات حول العلاقة التجارية المقبلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، وهي تاسع جولة من النقاشات منذ مارس والأخيرة المدرجة حاليا على جدول الأعمال. خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع مدن إقليم كاتالونيا احتجاجا على وقف الزعيم الكتالوني الانفصالي يواكيم تورا من منصبه بسبب العصيان.
وتركزت الاحتجاجات في برشلونة وتخللتها مصادمات مع رجال الشرطة. أكناتورا قد رفض إزالة رموز وملصقات حركة الاستقلال الكتالونية من مكتبه والمباني العامة الأخرى قبل الانتخابات البرلمانية العام الماضي في تحد لتعليمات مفوضية الانتخابات. وتطالب بعض الملصقات بالإفراج عن المعتقلين الانفصاليين، ويخشى مراقبون من أن يؤدي حكم المحكمة العليا إلى تجدد التوترات في الصراع على استقلال كاتالونيا، حيث يأتي في خضم أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لاستفتاء الاستقلال غير القانوني. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة. ختام النشرة مشاهدينا الكرام تذكير بأبرز ما جاء فيها. تمديد دعم المواطنين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا لثلاثة أشهر. منظمة الصحة العالمية تعلن إتاحة اختبار سريع النتائج للكشف عن فيروس كورونا في 133 دولة. مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة طارئة لبحث النزاع بين أرمينيا وأذربيجان. الشكر والثناء الجزيلان لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم.